الفريق الوحيد اللي ما استفدش كاع من ديك التوقف ديال المونديال، حتى مقابله رسميه وكانت في التيران ديال سان سيتيكو، وانت كتشوف ما كاينش لاعبين مجربين، بروميير سيري يمكن لك تلعب غير باللعابه مجربين يعني، ولكن اللعابه بحال اللي كيكونوا صغار هادو حتى هما كنحملهم واحد المسؤوليه اكثر منهم، ما يمكنش هادي تجيهم كاملين حتى واحد ما يجيبو بها القسم الهوات، يعني ما كنهضرش على المستوى بان راه ضعيف، ولكن باش تعطيه مسؤوليه اكثر منه والفريق بدا ديجا بدا بنتائج سلبيه، يعني كتحمل واحد المسؤوليه راه تقريبا التشكيله 70% ولا كاملين من القسم ديال الهوات باش تعتمد عليه، وفي هذه الحاله هذه صعيبه عليهم، يعني عانينا انت كتشوف يعني بزاف ديال الحاجات ما كت هو هذاك، ولكن عملوا واحد المجهود كبير، كنا رجعنا في المقابله وجاونا فرص وضيعنا، يعني شحال نقول لك انا، يعني التركيز مربع كيبغي الحريفي بحال اللي كنقولوا حنا في الكره، كنا عندك غير واحد حريفي تما في الكاريرا شحال من كره كنا نستغلوها، ولكن الكره هي هذه باقي ما بغاش تنصفنا، وحال الكره هو كنا نجيبوا اللاعبين ويمكن المقابله ديالي تكون اخيره حيت انا ابن الفريق، انا راه اصلا ديجا كنت غير يعني في واحد اللحظه اللي عاودت لك عليها كنت غير انا واللعاب كلشي ملهي في المونديال وفي سانتيتيك، حيت انا غير الفرقه ديالنا ديجا كنت مدير تقني في العصبه، يعني ماشي كنت جالس ديجا خدام، والفرقه اسمح ما كاين حتى واحد، يعني حنا كالغيره وصافي، يعني ماشي مدرب يجيب مدرب يجيبو ما عنديش مشكل، حنا غير الفرقه تبغى، حيت ديك الوقت انا الوحيد اللي متفق مع الفرقه، انا ماشي يعني بوحدي، انا والسطاف ديالي يعني غير الدراري اللي خدامين وصافي، تيران سانتيتيك كلشي ملهي في المونديال، يعني تام تسالى المونديال عاود ترى الاتحاد كيكون بحال اللي كنقول ضربك الدرهم، يعني ما كيمشي شهر ونص ما استفدتيش منه، تنتمناو الخير ان شاء الله، داكشي اللي كنتمناو. علاش ضحينا باش نوصلوا لهذ المرحله، يعني الا جات شي هذه كتكون شي حاجه، وراه كلشي قريب راه ما كاينش بعاد، راه قريب يلاه عندها خمسه وكاين وجدات سعود، ماشي صعيبه ماشي شي حاجه، يعني دو ماتش غير دابا خص هذيك التقليعه فينا هي. بالنسبه دابا انت دابا هذه النقطه هذه اللي كتهضر عليها ديما كنهضرها، دابا انت في الشتاء كما كتمارك عنا البيت ديما نفس الحالات هما، حنا باش ماركاو اغلبيه ديال المقابلات والله ما خسرناهم بحال هكا، واخا يعني مستانف كنجيرو فرق، ما عمرنا كنجمع شي فرقه يعني بحال نقولوا حنا في كوره بهدلتنا ولا، يعني كنجيرو الرجاء في الرجاء تما ما لقينا في ولا بالاريتي غير بحال هكا، يعني غير الساهو ولا في بركان ولا وجده انت كيشتيش كي ماركي كنوصلوا حنا كنوصلوا اكثر من الفراقي، ولكن حنا ما كنسجلوش بحال اللي قلت لك، يعني ناقصنا الحريفيه والسلام في الفرقه.